قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. حقيقة أنا جالي رسائل كتير قوي 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 امبارح على السوشيال ميديا فيها تساؤلات عجيبة وغريبة وجديدة علينا، ولكن مش جديدة على الموقف ككل. يعني فكرة ان احنا من فترة للتانية بنلاقي اسم الزمالك بيتحط، اسم الزمالك الناس بتحاول تستغله علشان تتشهر، موجود مستمر معانا ما بيتغيرش، لكن بيتغير التصريح نفسه، ولكن الاشخاص ما بيتغيروش، بنلاقيهم هم ثابتين معانا على فكرة. لانه دايما اللي بيبحث عن الشهرة عموما او بيبحث على تسليط الاضواء عليه او بيبحث ان هو يطلع ترند او ياخد اللقطه، هو بيبقى كده، يعني هو شخصيته كده، هو حابب ده، معروف عنه ده، بيحب زي ما بيقولوا كده ايه السكسي، ياخد اللقطه، بس بيفكر ياخدها ازاي كل فتره. وفي ناس لما الاضواء بتروح من عليها بتفكر ازاي ترجعها تاني، بس بالطريقه اللي تجيب مشاهدات. تجيب مشاهدات ازاي؟ تجيب مشاهدات ان مجال الرياضه بالذات ومجال الكوره هو اكتر مجال محبوب على الساحة، فالناس كلها عارفة ان اللي هيقول اي حاجة في الكرة وفي الرياضة الفيوز هتزيد عنده والمشاهدات هتزيد والفيديوهات هتعمل مشاهدات اكتر واكتر وهيبقى مشهور، فهيقابل واحد من المشجعين: يا كابتن احنا بنحبك قوي، يا كابتن شكرا انت جامد، ايه التصريحات الجامدة دي، برافو عليك. لا، هو الموضوع مش كده خالص، الموضوع بيعته مش كده، حساباته مش كده، لانه احنا في مجال ارقى واسمى من المستوى ده. الفتره اللي فاتت حصلت حاجات كتير قوي وتصريحات غريبه، عايزين نتكلم معاكم كده عن تصريح النهارده. هنبتدي معاكم بتصريحات شادي محمد. شادي محمد بيحاول كل فتره بيغيب عن الشاشه، فهو دلوقتي تصريحاته هتبقى فين؟ تصريحاته هتبقى على السوشيال ميديا. طيب الفرصة الأكبر هتبقى فين؟ من خلال برنامج تلفزيوني. كده بقى إيه؟ الناس بتتفرج، ما هو في قناة تلفزيونية، الفيديوهات هتتشير، فنسبة المشاهدة هتبقى أعلى، فهي دي الفرصة اللي أنا أقول فيها التصريحات بتاعتي. خرج علينا كابتن شادي محمد قال لنا إيه؟ قال لنا تصريحات الملخص بتاعها كده بيقول إنه بيحاول يقلل من شعبية نادي الزمالك علشان إيه؟ عشان النادي المنافس يسقط. يقول ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا والله يا كابتن عندك حق، لا والله يا كابتن فعلا. بيقول ان جمهور الفريق قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، الاخت فرح علي ماشي على مبدأ نقط تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. فرح علي بتقول على شادي محمد ان هو غاوي شهرة، بيدور على الشهرة. شادي محمد مشهور وكابتن النادي الاهلي وحصد بطولات اضعاف البطولات اللي حصدها كل كباتن نادي الزمالك مع نادي الزمالك. شادي محمد مش محتاج ان هو يطلع يقول تصريح، هو الراجل وده بديهي ومعروف للزملكاوي قبل الاهلاوي، جماهير النادي الاهلي اكتر من جماهير نادي الزمالك ضعفين او ثلاث اضعاف، ده شيء بديهي في مصر وخارج مصر وفي افريقيا وفي شمال افريقيا وفي الخليج وفي كل حتة. محدش بيشجع نادي كحيان وكتيان ما بياخدش بطولات، الناس بتشجع النادي اللي بينافس، اللي بياخد بطولات، اللي بيروح كاس عالم للأندية. يا ست فرح او يا فرح هانم، انت اول امبارح جايبه سيره النادي الاهلي وجايبه سيره كابتن الشناوي انه توقف وما توقفش، المفروض توقف اربع مباريات، وفين اتحاد الكوره؟ واتحاد الكوره بيكيل بمكيالين، وكنت بتهددي اتحاد الكوره عشان ياجل لكم ماتش حرس الحدود اللي بيلعب في القسم الثاني، وبتقولوا الزمالك تعبان ومش عارف ايه، ونسيتي ان النادي الاهلي اللي ما طلبش تاجيل اللي راجع من كاس عالم الانديه ومدعكه ثلاث ماتشات في اسبوع ما قالش اجلوا لي، وانت قعدتي تقولي اشمعنى النادي الاهلي جاي دلوقتي بتزجي باسم شادي محمد وبتعلقي على شادي محمد وبتقولي ان بعتولي مش بعتولي، لا حد بعت لها ولا حد قال لها ولا عادوا ولا زادوا، ده هي عشان تطلع تعمل ايه الترند، هي فاهمه التيتا ايه اللي احنا بنقوله عليهم، هي قالته على شادي محمد ان هي بتدور على المشاهدات ومش المشاهدات. انا عايز اقول لها حاجه بس بسيطه،
ان شادي محمد ما طلعش كده فجأة وراح اطلق التصريح ده، بالعكس ده كان سؤال من شيمة صابر لشادي محمد، زي ما شيمة جابت الواد شوقي السعيد، وزي ما بتجيب نجوم زملكاوية جابت نجمة. من الاخر كده، من الاخر عشان بس افهمكم التيتا، سواء البرنامج اهلاوي او زملكاوي، معد البرنامج ومقدم البرنامج والقائمين على البرنامج يهمهم المشاهدات، مش مهم المحتوى بقى اللي بيتقال. شيمة هتجيب واحد اهلاوي هيشوط في الزملكاوية عشان نسب المشاهدة تعلى، هتجيب نجم زملكاوي يشوط في الاهلاوية عشان نسب المشاهدة تعلى. ده بينطبق على ابراهيم فايق، على اسلام صادق، على مهيب عبد الهادي، كلهم هدفهم فقط مش المحتوى اللي يتقدم، لا الفرقعه والسكسيه ونسبه المشاهدات العاليه سواء على اليوتيوب او اعلانات على البرنامج. نكمل فرح علي ونشوفها قالت ايه. منافس اكتر من 80 مليون مصري، احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنعد ما شاء الله، جايين التعداد السكاني ومشينا على بيت بيت بنقول انت اهلاوي انت زملكاوي انت اسماعيلاوي انت مصراوي. هو في ايه؟ تعرفت منين الكلام ده؟ انت جبته منين اصلا؟ حضرتك قاعد شغال في التعداد السكاني اللي هو اصلا ما بيقولش زملكاوي ولا اهلاوي ولا ناس ملهاش في الكوره اصلا، عشان حضرتك تطلع علينا وتقول لنا المعلومات الثمينه دي، المعلومات اللي هتضيف لنا شيء ممكن يعمل اي حاجه غير التعصب. وي 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 تصريح مستفز قوي، على فكره تصريح مستفز جدا لجمهور الزمالك، وفي محاوله للتقليل، هو مش هيحصل بس هو في محاوله واضحة للتقليل من كيان القلعة البيضاء وجمهورها. بلاش التصريح ده، تعالوا نروح معاكم للتصريح المتكرر بقى. ده بقى ايه؟ تصريح اخبارنا زي ما بنقول، بحب كل فترة اطلع معاكم اتكلم كده عن التصريح الجديد للكابتن احمد بلال. كابتن احمد بلال طوال الفترة اللي فاتت لما مصطفى محمد كان موجود داخل نادي الزمالك طول عمره بيحب يديله كده معلومات، يقول له يا ابني انت مش نافع، يا ابني انت مش مهاجم جيد، يطلع في تصريحات تلفزيونية او اعلامية، فطبعا الناس كلها تقول ايه ده، ده الراجل ده مختلف. يعني في ناس كده تقول لك ايه، انا عقب على الجزئية دي قبل ما تكمل، كل جماهير النادي الاهلي بتعيب على احمد بلال ان هو بيقول تصريحات مخالفة للواقع ومغيرة للواقع، ان مصطفى محمد لاعب مش كويس او مش جيد او مستواه مش عالي. لا، مصطفى محمد كويس وجيد ولاعب مستوى عالي، بس اللي انا عايز اقوله الفرح، انت مالك بتدافع قوي عنه ليه؟ ده الراجل انتوا قعدتوا تتحايلوا عليه علشان ينزل يتمرن، ما كانش راضي يتمرن، 3 ايام غاب عن التمرين، اسبوع غاب عن التمرين، 10 ايام مش راضي يتمرن. ايه يا مصطفى، ما تنزل يا مصطفى تتمرن يا مصطفى. حتى خالد الغندور هاجمه وصفحات السوشيال ميديا الزملكاويه هاجمته وما فيش حد عاتقه في حاله. دلوقتي بقى مصطفى محمد عليه سكر وعليه كريمه؟ مصطفى محمد لاعب جيد، واحمد بلال غلطان من اول مره قال ان مصطفى محمد ينقصه الكثير ولاعب مش موهوب او ما شابه ذلك. لكن احنا الحق بنقول الحق، مصطفى محمد لاعب كويس ولاعب جيد، بس انت يا فرح فعلا بتدوري على الترند وبتدوري، ردي على احمد بلال، حقك ترد على احمد بلال ان هو بيعيب او بيغلط في لاعب من نادي الزمالك او معار لنادي تركي. ولكن كابتن شادي محمد ما اجرمش، ما قللش، ما قالش بطولاتكم مشبوهة زي ما بيطلع المرتزقة كانوا في قناة الزمالك يطلعوا ويقولوا الراعي او الشرقاوي او كده، ما قالش الكلام ده. نكمل. خلق ليعترض، او في ناس تقول لك طول ما انا مش ماشي مع الناس وجهة نظري مختلفة فيبقى في تسليط ضوء عليا. يجي مصطفى محمد يلعب المباراة يرد في 90 دقيقة لا هتافات فيها نوع من انواع العنصرية داخل الملعب، ليه؟ ردا على كابتن احمد بلال، يبقى انا عملت تعصب هنا ولا لا؟ لما وصل اللاعب انه لما يحرز الهدف الجماهير تكتب في ارض الملعب ويبقى فيه امور خارجة عن المألوف علشان يردوا على تصريحات كابتن احمد بلال اللي استفزتهم خلال اللعب، ايه ده؟ ايه المستوى ده؟ ايه المستوى اللي احنا وصلنا له ده؟ على مدار 4 سنين مرتضى منصور بيعمل مداخلات من اول الساعتين الايجار اللي كان بياخدهم في قناة الحدث ثم قناة العاصمة ثم قناة المحور ثم قناة الحدث تاني ثم قناة الزمالك. 4 سنين يا مؤمن مرتضى منصور بيطلع يشتم في خلق الله كلها،
ما سابش حد، من اول رئيس الوزراء لغايه اصغر عيل صغير، ما سابش حد، شتم كل الناس سواء بره الكواليس او داخل الكواليس، سواء في شيء مسرب او شيء علني. تقول ايه المستوى، ايه المستوى اللي احنا وصلنا ليه ده؟ علشان مصطفى محمد كابتن احمد بلال بينتقده وبيقول ان هو لاعب مش قد المستوى او كده. يا بنتي طب كان فين لسانك ده، كنت بلعاه ليه؟ ومرتضى بيقل ادبه، والشله الفسدانه اللي كان بيجيبها مرتضى كريم ابو حسين على الراعي على الشرقاوي على فطوط على احمد جبلات على محمد رجب على العيال دي كلها، على شكوكو عبد الشكور على الناس دي كلها، وكان فين؟ كان فين لسانك لما كنت بتسمعي مرتضى ليل نهار بيشتم بكلام قذر؟ بس احنا هنعيب ليه على فرح؟ اذا كانت فرح علي نفسها قالت انا لو كنت ما كانش كبالة كنت عملت نفس اللي حصل ونفس اللي عمله لجمهور النادي الاهلي في مباراة السوبر لما عمل الحركة اللي مش تمام اللي توقف بيها، وبعد كده يعني كنا بنطالب بشطبه علشان الحركة دي غير اخلاقية. هي نفسها دافعت عنه وقالت شيكابالا معذور علشان جماهير النادي الاهلي بتسبوا قلب لونه قالوا بشرته ودخلونا في كلام فاضي اصلا ما حصلش. ففرح يعني من جملة الزملكاوية وعقليات الزملكاوية اللي هما بيبرروا كل شيء غلط علشان يوصلوا لهدفهم، بيحبوا ناديهم، حب ناديك يا سيدي زي ما انت عايز. انا لو لقيت كابتن خطيب بيعمل حاجة غلط هقول كابتن خطيب عمل كذا كذا كذا، ما يصحش. لكن انتوا كنتوا تقدروا تقولوا مرتضى بيعمل كده، كنتوا اتطردتوا على طول. بس دلوقتي مرتضى مش موجود، خايفه من ايه؟ عايزه تاخدي بونت عند الزملكاويه وانت اصلا ثقافتك الرياضيه صفر، بتطلعي ماسكه سكريبت كده بتقري منه بتقولي فريق كذا 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 وتلوي بقك مع كل كلمه عشان الناس تقول عليكي هاي ستايل ومثقفه وكده. هو ده اعلام الزمالك اللي مش هيتغير. خلاص مرتضى ارسى فيهم قله الادب وارسى فيهم البجاحه والوقاحة، عمرهم ما هيتغيروا. أنا آسف للإطالة، أشكركم شكرا جزيلا، سلام عليكم. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، وسلام عليكم.